أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد أن مملكة البحرين متمسكة بنهجها الثابت على أسس من الهوية البحرينية الجامعة المبنية على قيم التعددية، وهو نهج عززه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن هذه القيم لا يمكن لها أن تتنامى إلا في مجتمع يؤمن بالوسطية والاعتدال كما هو حال مملكة البحرين. ونوى سموه بأن التطرف والإرهاب لا يمكن أن يكون له مسلك بين المخلصين من أبناء هذا الوطن، وما نراه من أعمال هي دخيلة ومرتكبيها قد تجردوا من حب أوطانهم ومجتمعاتهم. وأشار سموه إلى أن التمسك بمبادئنا وأخلاقنا وعاداتنا ووسطيتنا التي اشتهرنا بها بين الجميع هي السبيل لردع كل من ينوي بأرض الأمن والأمان شرا. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة إلى مجلس معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين، حيث تبادل سموه مع معالي القائد العام لقوة الدفاع والحضور التهنية بالعشر الأواخر من شهر رمضان، داعيا سمو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على مملكة البحرين وشعبها بالخير والمسرات. لافتا سموه بأن التواصل الطيب بين أبناء البحرين والزيارات المتبادلة بينهم في هذه المجالس العامرة تعمق من روح الوحدة والتآخي التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، مشيرا إلى روح التكاتف والانسجام في المجتمع البحريني، وهي الروح التي تتجلى واضحة في مجالس أهل البحرين. وأعرب سموه عن ثقته بأن البحرين ستظل واحة أمن وأمان، وأن العملية التنموية التي بدأت فيها سائرة في اتجاهها الصحيح لتحقق أهدافها المنشودة. من جانبه أعرب معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين عن بلغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على هذه الزيارة التي تعكس حرص سموه على التواصل مع مختلف مجالس أهل البحرين خاصة في ليالي شهر رمضان الكريم، داعين الله أن يمتع سموه بمفور الصحة والسعادة وأن يحقق لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.